إذن المشاهدين ريتنا تطلعوا معنا في هذا البث المباشر اللي كتشوفوا معنا حالة اختفاء ديال الشابة فاطمة الزهراء اللي في عمرها 24 سنة. فكيف ما كتشوفوا ديال الأسرة ديالها جايو عيطوا لنا باش يلبيو باش يديروا واحد النداء ديال الأم مسكينة. يعني هذه هي الصورة ديال فاطمة الزهراء اللي اختفت كيف ما كيقولوا هما في 2016 خرجت ما ولاش رجعت. المهم عاودينا مجهد مجهد وشي هي تلمع هذه يلا دري مجهد شويه. السلام عليكم. كنوجه نداء لفاطمة الزهراء الله خرجت مسكينه في 2016 شهر 8. دابا كنقول لها الا كنتي كتشوفي هذا الفيديو هذا الله يرحم الوالدين اجر الوالده ديالك راه خايفان عليك بزاف وراه مين مشيتي وهي مريضه مسكينه وانا مرات خوك محمد وانا عندي شتو لباس راه كيسولو كيف حتى هما مسافرين وباغيين نشوفك ولا كنتي مزوجه ولا عندك لباس اجي مرحبا. كيفاش خرجت عاودي لنا كيفاش خرجت كيفاش مشات؟ خرجت كانت مسكينه شويه مريضه كانت بالاعصاب غوت عليها باها وخرجت ما ولاتش رجعت هذاك العشيه ما رجعتش عاوتاني رجعت اول شيء اللي كان هذيك ما عاود رجعت هذاك النهار ما رجعتش رجعت يعني معنا حتى الاخ ديالها يعاود لنا خويا عاود لنا سمعنا عليه هذا راه شي واحد قاف لهنايا فين؟ القاف لهنايا نجيبكم للدار. اه. قال لها كنا تبعنا نجيبك حتى البث ولا راه معاك ذكر انا جبتها. يعني ما عندكم عليها حتى خبر لحد الان ما عندكم. كان صناعي شي تيسون شي حاجه كان بحال تيبغى يوصل واحد الدراري في النداء. تيسوني وصافي تيقالنا ما تيبقى يوصلني رانا شفتها في بلاصه فاديه شفتها في كازا شفتها في واحد العام في قنيطره انا شفتها في قنيطره. شنو تقول الناس اللي كيشوفوا اللي شافوها ولا شنو تقول لهم؟ اللي شافها المراه راه فرق عليها بزاف. حتى انا حتى الام تهضرنا عليها المهم توحشتيها. الوالدين تحتها الله يرحم الوالدين اللي شافها الله يسهل عليه الا ما يقولها لنا كنا خبرها ولا عيطنا تعيطنا في التليفون قالت بو خبرها كي دايره. شنو تقولي لها هي اللي كتشوفك هي؟ كتشوفني قول لها الله يهديها الله يسهل عليها لما تزيد فيها لما تزيد تشوفني. راه انت تحتها بزاف وخا تكون ولادها ولا تكون كما واقع لها كما واقع لها تزيد تشوفني. راه انت تحتها راه ما كنعسي كنعسي دائما كنحلم بها ودائما كنفكرها. الله يسمعكم ولادها ولا كما كانت تزيد تشوفها. الله يسمعكم خبار الخير. كما كانت في سبيل الله. الله يسمعكم خبار الخير الله يسمعكم كيف ما كتشوفوا هذه الصوره ديال فاطمة الزهراء. اللي شافها الله يرحم الوالدين يتواصل مع هذه الاسره هذه راهم توحشوها كبدات صعيبه. يعني كما شفتوا مشاهدينا هذا هو النداء ديال هذه الاسره هذه والله يسمعكم اخبار الخير الله يسمعكم اخبار الخير.